أبى ستار الجولة الأولى من دور مجموعات كأس أفريقيا إلا أن يسدل بمفاجآت مدوية، حيث كانت الكرة العربية أبرز ضحاياها ولم يفلت منها سوى مستضيف البطولة كوديفوار إلى جانب بطل النسخة السابقة السنغال. الجولة الثانية تعد هي الأخرى بمواجهة قوية بين كبار القارة الأفريقية، صاحب الأرض كوديفوار المنتشي بالفوز الأخير في المباراة الافتتاحية يستهدف التأهل في الصدارة عندما يلاقي للمرة السابعة في الحدث القاري منتخب نيجيريا المكتفي بالتعادل أمام غينيا الاستوائية. مدرب نيجيريا جوزيبي سايرو يبحث عن محو تعثر الجولة الأولى بالفوز على كوديفوار، فوز يعيده إلى المنافسة ويقربه أكثر من التأهل متصدرا للمجموعة. ولحساب المجموعة ذاتها، تدخل غينيا الاستوائية مواجهتها أمام غينيا بيساو بمعنويات مرتفعة بعد افتكاك التعادل من نيجيريا، وعينها على فوز يضمن لها التأهل ثالثة على الأقل، فيما تحاول غينيا بيساو الإبقاء على حظوظها قائمة في المجموعة الأولى. قمة المجموعة الثانية تجمع بين أكثر منتخبين بلغا نهائي البطولة مصر وغانا، صدام يعد بالإثارة، فالفراعنة مطالبون بتدارك التعادل أمام موزمبيق بفوز على غانا يعيدهم إلى الطريق الصحيح، لكن مواجهة البلاك ستارز لن تكون سهلة، خاصة بعد سقوطهم المدوي أمام جزر الرأس الأخضر، وهو ما يعني أن الهزيمة ممنوعة على المنتخبين.